مرحبا بكم، سوف نتحدث اليوم عن الاستقلال الوظيفي وكيف تحقق الاستقلال الوظيفي. سؤال يتبادر إلى ذهن كل شخص يحلم بالحرية المالية. إذا الاستقلال الوظيفي يتحقق بثلاثة شروط، ما هي؟ أن تعمل في الوقت الذي تريده، وتحصل على المال الذي تريده، وأيضا تختار الزبون الذي تريده. هل أنت من فئة الاستقلال الوظيفي أم أنت في فئة الموظفين؟ فالموظف لا يملك أي مما سبق، فهو يعمل في أوقات العمل الرسمية ودخله ثابت في شكل راتب شهري، وأيضا ليس لديه اختيار فيما يقوم بعمله. إذا ما هي السبل للاستقلال الوظيفي؟ الاستقلال الوظيفي يتم بطريقتين، الطريقة الأولى هي العمل الحر، والطريقة الثانية هي المشروع الخاص. وكمثال عن العمل الحر فسوف نتطرق للمثال الأول، العمل كمبرمج أو مصمم جرافيك أو العمل في مجال التسويق متعدد المستويات. ومثالنا على المشروع الخاص فامتلاك محل تجاري لبيع البضائع أو امتلاك مشروع مع فور إيفر برأس مال بسيط. وعليك اختيار ما يناسب قدراتك ومهاراتك، وعلينا أن نقدم لك الأفضل في شركة فور إيفر ليفينج. لا تنسونا من صالح دعائكم، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة.